نروح نشوف دلوقتي منتخب الاسبوع من فرق قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. معانا دلوقتي جرافيك على الشاشه. منتخب الاسبوع بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عندنا هنا اللاعب عاصم سالم حارس مرمى 2001، خط الظهر يوسف جمال 2005، وفارس طارق مواليد 2000، واسلام عبد الله 2003، ورأفت خليل 2004، وليد عطية مواليد 2000، ومحمد رأفت 2005، تحت المهاجم سيف أيمن 2005، وحسام ياسين 2001، ووليد مصطفى مواليد 99، وعبد الرحمن عماد النحاس مواليد 2006. ده منتخب الأسبوع من قطاع الناشئين، من الفرق اللي بتلعب مسابقات بطولة القاهرة وكمان الجمهورية. هنروح دلوقتي نشوف بقى البراعم، واحنا عملنا المنتخبين عشان ندي مساحه اكبر للعيبه اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات. منتخب البراعم في حراسه المرمى اياد تامر مواليد 2007، خط الظهر عمر كمال 2008، حسن رامي 2010، ادهم سمير 2010، وادم محمد 2007. في خط الوسط سيف كريم عادل 2009، ومحمد ابراهيم 2009، وشلبي يوسف تحت المهاجم 2008، واحمد الشيخ 2007، وسيف تامر 2009، وبلال عطيه 2008. دي كانت اللعيبه اللي تالقت خلال الاسبوع اللي فات في قطاع الناشئين، من زي ما قلت لحضراتكم من فرق القطاع، سواء اللي بتلعب بطوله المنطقه او بطوله الجمهوريه. وكمان ادينا مساحه النهارده عشان نعمل منتخب للبراعم، البراعم 2007 و2008 و2009 و2010، ان فعلا عندنا في الاعمار السنيه دي مواهب كبيره جدا. عايز اروح مع حضراتكم عشان نشوف اهداف الاسبوع اللي فات. هتشوفوا اهداف حلوه جدا، اهداف من لاعبين فعلا صغيرين، لكن ما شاء الله الموهبه موجوده. جاهز دلوقتي يا شادي بالاهداف؟